مع الكرة الطايرة وكابتن عبد الحليم عبو ورجوعه بعد الإصابة وتعافيه من الإصابة اللي لحقت بيه اللي قعدته 6 شهور، كان عنده رشح كبير في الركبة وكانت إصابة قعدته 6 شهور عن وجوده داخل النادي الأهلي ومنتخب مصر. رحنا له قابلناه وعملنا معاه تقرير، تعالوا نشوف تقرير كابتن عبد الحليم عبو قال إيه بعد إصابته وبعد عودته مرة تانية من الإصابة. الحمد لله ربنا كرمنا وبدأت أنزل الملعب. الإصابة كانت مخيفة شوية معايا، غابت معايا 6 شهور. كنت السنة اللي فاتت في نهاية الموسم كنت بدأت الركبة كانت ترشح وكان في ألم كتير، بس الحمد لله خلصت الموسم على خير ودخلت عملية العملية والحمد لله خلصت هيل، وإن شاء الله بدأنا من أسبوعين كده وبنبدأ واحدة واحدة وإن شاء الله خير يعني. طبعا لا الحمد لله الفريق مكتمل جدا والعناصر كلها موجودة، لعبة المنتخب لما رجعت الحمد لله عملت الفرق، والناس الصغيره برضو كابتن ميدو كان بيطلع لعيبه من الناشئين والحمد لله برضو كان الدور الاولاني كان كويس لهم يعني ياخدوا خبره والحمد لله الدنيا ماشيه كويس يعني. والله ان شاء الله لسه بقى الفتره اللي جايه ديت لسه مش عارف المنتخب ده هيبقى كويس بالنسبه لي يعني، لو اتمرنت يعني هشوف خلال الشهر ده لو الحمد لله الدنيا بقت ماشيه كويس ان شاء الله هبدا اخش المنتخب. بعد كده هشوف الدنيا هناك لان المنتخب هيبقى فيه معسكرات كتيره وهيبقى فيه ماتشات كتيره، فحسب بقى الطبيب يعني هل انا انفع العب الماتشات كلها والمعسكرات دي هتبقى حمل على الركبه ولا هتبقى عادي يعني. فان شاء الله لا مش هنسبق الاحداث يعني، الشهر الجاي باذن الله كل حاجه يعني كله هيبان قدامنا يعني باذن الله، بس ان شاء الله يعني الاسبوع الجاي هبدا انزل الملعب وان شاء الله ممكن ننزل ماتشات الاسبوع الجاي باذن الله. التصفيات دي هتبقى صعبه جدا لان الكاميرون فريق قوي جدا وتونس فرقه كويسه، فان شاء الله يعني المنتخب هيستعد من شهر 12. عندنا معسكرات وكمان المشكله ان منتخب تونس ومنتخب الكاميرون كان عمل طفره لاخر السنه فاتت يعني، كان بدايه السنه دي يعني عمل طفره خد افريقيا وكاميرون كسبت الالعاب الافريقيه، فكانت مصر خسرت من تونس 3 مرات والكاميرون كان خسرت برضه، الكاميرون كانت كسبت مصر، فان شاء الله التصفيات دي مش هتبقى بيفيد الفرقه حتى مش باللعب لا بالمعامله كويسه يعني. الحمد لله كله تمام يعني، الناس كلها الحمد لله واقفه معايا والنادي الاهلي واقف جنبي وعملت عمليه وعملت التاهيل، ودايما كابتن ميدو كان دايما كل يوم بيتصل كل يومين كل اتصال بيا كل اسبوع اتصل بيا وكان متابعيني واحده بواحده يعني الحمد لله عدت على خير. تبقى سهله يعني بس ان شاء الله خير يعني. اللعيبه هنا كلها محترمه ولعبة كويسه، وطبعا احمد صلاح وعبد الله والناس كلها دي طبعا.